مين ما شاف له بابا وماما وعمه ونانا، يعني كل اللي حواليه، يعني هو فقد أهله بس معوض يعني هالشيء، ونحن الحمد لله يعني بنحسه مثل أولادنا. محمد عثمان أحد ضحايا زلزال أنطاكيا الأليمة، اللي وهو خسر نتيجة هالزلزال الأليم، خسر والدته وأبوه وهو وحيدهم، وخسر أطراف وإيده وإجره كمان، وتعرض طلع بحالي بعد 6 أيام من تحت الأنقاض، طلع ضل شهرين بالمشفى فاقد الوعي، وخضع لعمليات جراحية كتير بظهره، والحمد لله اللي له عمر ما بتقتله شدة، الله يجبره يا رب وتعافى هو بيناتنا. أمه بتكون بنت خالي، هي كمان صيدلانية درست وما فتحت، كانت تعدل شهادة بس ما حالف الحظ. وأبوه كان يمني وما لهم حدا بأنطاكيا، كان في بس بيت خالتهم، كمان كانوا من ضحايا الزلزال، توفى جوز خالته وولاده الثلاثة كمان كلياتهم راحوا، ما طلع منهم حدا، بس خالته كانت بالسعودية بشغل، وهي يعني بقتلوا بس على وجه الحياة فقط، يعني من الأقرباء المقربين له. رأساً توفوا أبوه وأمه، ضلوا طالعهم أشلاء ومتوفايين، كان حاضنه أبوه بحضنه، فأبوه أكل اللكمات، وحمودي أكل لكمات كتير، محمد براسه وبظهره، عامل عمليتين ثلاثة، إرادته كتير قوية وكتير قوي وشجاع، تغلب على كل الأزمات اللي تعرض لها بحياته، واجتماعي كتير ومريح الحمد لله، وبتمنى تضل هيك نفسيته ليكبر، بس أكيد في صعوبة إنه ما بيمشي، حركته صعبة، شيلانه علي صعب، أكيد يعني هالشغلات كتير صعبة، بس الحمد لله الله بيعين. عقلية سليم، لكن نتيجة قلت لك الفقد للدم والأثر الزلزال عليه، إنه عمليات متل وما متل، سوى عنده تجسم دم بالعمليات، صار تجسم دم أثر على وظيفة الكلاوي عنده، وكوني طبيب زوجته يعني بإمكاننا نساعده أكثر من أي إنسان ثاني، مشان حالة صحية وكحالة خاصة هو فاقد الطرفين، الطرف الأيمن، الشق الأيمن كله، الطرف العلوي والطرف السفلي الأيمن، حركته كويسة، حيويته كويسة، وكحالة نفسية الحمد لله مقبولة، بتحسه بعض الأحيان في له شغلات كأي طفل فاقد، يعني بيتصرف تصرفات بتدل على أنه حالته النفسية فيها تأزم، بيتم بده متابعة صحية، متابعة نفسية، يعني بده حنان زايد، بده دائما جو خاص فيه، تغذية خاصة فيه، بده متابعة لتطوير نموه، خاصة بعد ما تعرض له فقدان طرفين، بده مواجهة فيزيائية دائما، وبده إسراع في تركيب أطراف حتى ما يحس بالنقص. الطفل كتير كويس حيويته، لكن بس من كبير بحس بالنقص بالنسبة لأقرانه الأطفال التانين، اللي هو ما عم يمشي التانين عم يمشوا،